السلام عليكم شباب، معكم عبد الرحمن الرجائي. النهارده ان شاء الله هنبدا الفيديو رقم 3 في سلسله سي بلس بلس توتوريالز. في الفيديو ده هنعرف حاجه اسمها فاريبلز، وهنعرف ازاي نبني ابسط كالكوليتر ممكن يبني بسي بلس بلس. في البدايه هفكركم باللي قلناه في الفيديو اللي فات. عملنا انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي عشان نستخدم الاوتبوت والانبوت، وعرفنا ازاي نبرنت حاجه على سكرين باستخدام سي اوت. لو قلنا مثلا ان انا هكتب سي اوت، احط اتنين اكبر من او اصغر من مش عارف، وافتح كوتيشن مارك واكتب مثلا I love math، احط سيمي كولون عشان اقول ان الامر ده انتهى، ونزلت السطر اللي تحتيه وقلت له سي اوت وافتح كوتيشن مارك and physics، احط سيمي كولون. هو اكيد انا مش بحب الماث اند فيزكس، بس ده المثال اللي جه في دماغي. اتوقع لو عملنا رن للبرنامج هتيجي I love math في سطر و and physics في السطر اللي تحتيه. تعال نجرب. طبعا الكلام ده ما حصلش. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان الانترز والسبيسز والتابس في الكود نفسه ما لهمش اي دعوه بالاوامر اللي بتتنفذ. طيب انا دلوقتي عايز ابرنت كل جمله في سطر لوحده، هعمل ايه؟ في طريقتين. طريقه قلناها في الفيديو اللي فات، ان انا باجي في اخر السطر دوت واقوم حاطط كمان اتنين اصغر من واقول له اند ال. اند ال يعني بقول له اند لاين، السطر ده خلاص خلص. تعالوا نجرب كده. تمام، طلع I love math في السطر and physics في السطر اللي تحتيه. طيب في طريقة تانية ممكن نعمل بيها نفس الكلام. انا امسح end line واجي جوه الكوتيشن مارك، وبعد اخر كلمة عايز البرنامج بعدها ينزل السطر اللي تحتيه احط backslash n. backslash n يعني new line. نجرب كده. تمام، I love math في السطر و end physics في السطر اللي تحتيه. و backslash n اكثر عملية. ليه بقى؟ لان انا ممكن اجي في اي مكان عايز انزل فيه السطر اللي تحتيه واقوم حاطط backslash n. نجرب كده. تمام، تعالوا نحطهم جنب بعض عشان نشوف احنا عملنا ايه. انا حطيت I love، بعد كده حطيت backslash n، راح نزل السطر اللي تحتيه وكتب math، بعد كده نزل السطر اللي تحتيه، بعد كده راح جاي نفذ الامر ايه؟ and physics. تمام؟ كده تبقى عرفت معظم الحاجات الخاصة بسي اوت. كده نبقى خلصنا الجزء الأول من الفيديو دوت. هنخش بقى في الـ variables. الـ variables يعني متغيرات، يعني زي x و y و z في الماس. طيب في كذا نوع من الـ variables، ممكن تبقى أرقام أو حروف. وأنا مش هخش دلوقتي في الـ data types. كل اللي عايزك تعرفه ازاي تعرف variable تستخدمه ازاي. عشان اوضح لك اكتر، سي مثلا ان variable x مثلا يساوي 5. لو انا قلت لك مثلا I am x years old، دي معناها ايه؟ معناها ان انا I am 5 years old. تمام؟ لو قلت لك x ده بيساوي مثلا apple، لو قلت لك مثلا I love X، معناها ان انا I love Apple. تمام؟ طيب ازاي بقى نعرف variable؟ عشان نعرف variable احنا المفروض نكتب نوع الداتا بتاع ال variable وجنبيه اسم ال variable. انا مش هعرفك ال data types كلها دلوقتي، انا عايزك بس تعرف حاجة اسمها int. int ديت stands for integer، و integer يعني الرقم صحيح. زي مثلا int X بيساوي 5، حط سيمي كولون اقول ان الامر انتهى. لو قلت له مثلا دلوقتي سي اوت وقلت له سي اوت اكس وعملت ران هيعمل 5. تمام. طيب تعالوا بقى نجرب حوار تاني. هنعرف variable x، نقول له مثلا ده بيساوي 10. نعرف variable تاني y، نقول له ده بيساوي مثلا 3. و variable تاني اسمه sum، وده هيساوي x زائد y، حط سيمي كولون. variable تاني اسمه def، وده بيساوي x ناقص y. بعد كده نعمل سي اوت من اصغر من، نفتح كوتيشن مارك، نكتب the summation of x and y is
سم هتسيبه. طيب دلوقتي الكلام المكتوب جوه الكوتيشن ماركس دوت مجرد كلام ملوش أي علاقة بالكود، يعني الإكس ديت مش هي نفسها الإكس دي، الإكس دي مجرد حرف. نفس الكلام بالنسبة للواي والسم، يعني أنا لو عملت ران دلوقتي هيعمل سي أوت للكلام اللي أنا كتبته، ولا جت قيمة السم ولا جت قيمة الواي ولا جت قيمة الإكس. طيب أنا دلوقتي عايز أقول له يعمل سي أوت للإكس بقيمتها والواي بقيمتها والسم بقيمتها، أعمل إيه بقى؟ هقول له the summation of، وبعد كده اطلع بره الكوتيشن مارك واعمل اتنين اصغر من تاني واقول له اكس. اول ما بقول له اكس تبقى بره الكوتيشن مارك بيبقى المقصود بيها الاكس ديت، تمام. وبعد كده اعمل اتنين اصغر من تاني وافتح الكوتيشن مارك تاني واقول له اند، يطلع بره الكوتيشن مارك واعمل اتنين اصغر من واي كده، واعمل اتنين اصغر من تاني از، بعد كده اتنين اصغر من تاني سم، اقسم كده. بعد كده كمان انزل الفصل الجديد، تمام. تعالوا نجرب بقى كده اللي هيحصل، تمام. The summation of 10 and 3 is 13. هتقولي العشرة بادئة في الاند والتلاتة لازقة في الايز، بكل بساطة حط سبيس هنا، حط سبيس هنا، فول ران، تمام كده. سميشن 10 عن 3 از 13. السطر اللي تحتيه هو هو نقول له ديفرنس از ديف، المفروض ديفرنس بتوين. تعالوا نجرب كده summation of 10 and 3 is 13 the difference between 10 and 3 is 7، تمام كده. كده نبقى خلصنا الفيديو الثالث، يا رب تكونوا استفدتوا. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدأ برنامج interact مع اليوزر، وهنبني كالكوليتر ينفذ اليوزر كل الماس اوبريشنز اللي هو محتاجها. لو في حاجه مش واضحه قولي في كومنت ان شاء الله هحاول اوضحها. ما تنسوش تعمل سبسكرايب عشان تستنوا اول باول. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.